هيا الاشرار في قلبي قصه عقرا نحن هذا الكرنفال نعمل من 44 سنة وأنا كنت من ضمن المجموعة بلا ما نعدد أسامي يلي هني بلشوا بفكرة الكرنفال يلي هي كانت كتير كتير بسيطة وضلينا نشارك وكل مرة تكبر تتطور الأفكار تتطور الأشكال العالم لحتى بلشت تصير على مش بس مستوى مرمريتا صارت تصير على مستوى كل الوادي وبعدين شوي صار الزوار يجوا من حمص ومن الشام من كل الأكتار ليتفرجوا على مرمريتا وعلى هالكرنفال الحلو وعلى هالطبيعة الحلوة هذا البابا وليد انا شاركت بهذا الكرنفال من انا وصغيره وهذا مثل شيء تراث للضيعه يعني كلياتنا متمسكين فيه وكلياتنا بنحبه كثير قد ما فينا هيك بنكون ايد وحده وكلياتنا بنشارك بافكار صغيره وكبيره وكلياتنا هيك متحمسين كثير لحتى يبلش الكرنفال واهلا وسهلا فيكم اجتمعوا هدول كلهم بابا. وين ممكن طالعوا كلهم هيك إذا سمحت جايين الكرنفال نحضره وننبسط فيه ونعيش اجواء اللي كانت محرومين منا بكل هالحرب والدنيا. والله الصراحه الكرنفال ما خاب ظننا فيه ابدا بجيتنا هاي الحلوه وجو الشعب والرقص تبعه والحفله والبعض كان كثير حلو وجد فعلونا ما خيبونا ظننا بهالجي الحلوه جيناها.